هلأ ليا بننتقل لأولى محطاتنا لليوم مع عالم التنمية البشرية. هالموضوع كتير مهم لكل الناس اللي عم تتابعنا، لكل شخص حابب يطور مهاراته، يغير طريقة تفكيره. كتير يمكن من التفاصيل كتير مهمة اليوم لنقدر نتعامل مع المحيط ونقدر نطور مهاراتنا. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا مدربة التنمية البشرية الأستاذة فاتن نظام. يسعد صباحك. صباح أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم. صباح الورد. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. يعني بالبداية خلينا هيك نحكي، كيف فينا نحن هيك بعيدا عن اي موضوع ثاني، كيف فينا هيك نستقبل صباحنا، عملنا، يومنا، اي ساعه برحابه صدر بطاقه حلوه وننظف روحنا بعدين بنفوت بالموضوع؟ اول شيء دائما بنقول في نعمه كثير مهمه انه الله اعطاكي فرصه جديده لنهار جديد، فهي اول نعمه للواحد. بس يصير في عنده نوعيه الامتنان، فانت لحالك حيصير في عندك انه نهار جديد، نشاط جديد، حياه جديده، يمكن خلينا نقول افكار جديده، يلي هي مثل شلون الشمس بتطلع وانت بتصحى عليها على هي الساعه، نفس الوقت انت بتفوتي بالمجال يلي انت انه لازم انت تاخديه للاخير، لازم تحققي فيه شيء، اي انجاز لو كان بسيط صغير او كبير، لانه من الضروريات انه انت تبلشي نهارك بشيء جديد وشيء حلو. خلينا نقول دائما نحن ما تنقول انه نعمة التجدد هي نعمة التغيير، معناتها نعمة في عندك انه انت عم تشتغلي على المتغيرات الجديدة، على نوعية من المرونة الجديدة، لانك انت يوميا في عندك متغيرات، فانت اذا ما كان عندك هي المرونة والتجدد والافكار الحلوة فاكيد ما حتقدري تتماشي وحتكون كثير بعيدة، ما بتشبهي الشيء اللي موجود حاليا. خلينا نوقف عند هي النقطة، يعني اختلاف الافكار وعندك افكار جديدة وحلوة، وكيف فيني فكر خارج الصندوق، يعني لاقدر طور تفكيري. المحيط بيلعب دور كثير كبير اليوم، يعني انا ما فيني افصل حالي عن الواقع، عن المحيط، عن الاوضاع الاقتصاديه المعيشيه. يمكن اي حدا عم يتابعنا بيقول هذا الحكي كله تنظير، بس فعليا انا بدي اعطي فسحه امل بسيطه لاي شخص حابب فعليا يطور من تفكيره، يقدر فعليا يزرع هيك طاقه ايجابيه شوي مع بدايه كل نهار. حقيقة ما تنقول كلمة التفكير خارج الصندوق، نحن كل واحد فينا عنده حيز، ما قلتي البيئة، ونحن ما بدنا نكون بعاد عن الواقع. كل واحد فينا في عنده شيء اسمه صندوق التفكير، يلي دائما مثلا صار عندك أي مشكلة أو أي قصة صارت لك، فأنت نفس المشاعر بتعطيها، مبادئك، أفكارك، أسلوبك، حياتك، كلها موجودة بهذا الصندوق. كلمة إنه أنت بدك تطلعي مختلفة، أي التميز بالشيء اللي أنت بدك تعالجيه بالطريقة الصح، يلي هي يمكن عم تاخذ وقت من صحتك، عم تاخذ وقت من اعصابك، عم تاخذ وقت من عواطفك، هون ساعتها لازم انت تطلعي خارج الصندوق، بمعنى التفكير بافكار جديده ما بتشبه الشيء اللي انت متعوده عليه. حقيقه بتلاقي بحلك شغله هي صعوبه، يعني انا بس بدي اخذ افكار جديده، اوف خليني انا مرتاحه هيك، اموري ممتازه هيك، بفكر هيك كذا. مجرد ما قلت لك اتجهي على الشيء برا، اول شيء بصير في عندي نوع من التردد والخوف، بعدين ممكن حدا ياخذ عادات جديده وممكن لا. تمام. خلينا نحكي عن الجو المحيط قد ايه بيأثر، الظروف الحياتيه، الوضع المعيشي، المزاجيات بقلب البيت، الهموم بقلب البيت، ايضا بجو المحيط بشكل عام، قديش في سلبيات هي بتأثر على قراراتنا، على حياتنا، على بدايه اي شيء بدنا نفوت فيه. هلا نحن بالمية بالمية اسلوب تفكير اي واحد فينا هي بتنطلق اول دائره هي الاسره، البيئة، العادات الاجتماعية، نظام التعليم، حتى هذا كلياته انت عم تتبلور، عم تمشي بمسار معين وانت عم تاخدي صفات اسلوب تفكير، هيك نحن بنعالج القصة، هيك لازم نعصب، هيك لازم نحكي، هيك لازم تتصرف. فانت شو عم تعملي؟ انت عم تكبري الصندوق وعم تعيشي فيه. هون النقطة يلي هي انه انا عم كون دائر، يعني بمعنى انا قاعدة بالنص وعندي دوارة يلي انا ما بقدر اطلع خارجها. في عندنا كثير شيء عالم مثلا بتقول لك انه انا امتى بوقف داخل الصندوق، ما بقدر حتى بس تفكير انه افكر برا، اذا كان في عندي حدا احسن مني، عنده خبرات اقوى مني، فبتلاقيه لا انا خليني على قدي، ما عنده قوه التطلع انه هو يغير المحيط اللي فيه، فمعناته نحن هون في عندي القوه، عندي القرار وعندي الاصرار انه انا اطلع شيء ما بيشبه حدا. حاجتنا يمكن نسخ لصق، وحاجتنا انه نكون احنا نشبه بعضنا. كثير حلو الواحد انه هو يعمل شيء مختلف عن الاخر، وليس انه كلمه خلف تعرف، لا، هي التميز بالشيء اللي انت عم تأديه.
طب شو هي العوامل اللي بتأثر بشكل كتير كبير على الأشخاص اللي تخليهم دائماً هن عالقين داخل الصندوق؟ يعني لحتى قول ممكن المحيط بيلعب دور، ايه ما اختلفنا، بس يمكن شخصية الشخص ذاته هي كمان بتلعب دور. أول نقطة هو نوع الخوف اللي احنا موجود عنا، بمعنى إذا أنا عملت هالقصة ممكن أول شيء أنا ما أتقبل حالي، يمكن أنا أرفض ذاتي بالشكل الصح، أنه أنت كنتي مرتاحة وأنت عم تجيب المشاكل لحالك. ممكن الشيء الثاني اللي هو العالم هي ترفض أنه هذا التغيير، وفي كتير عالم إذا أنت أخذتي مهارة معينة هي التفكير اللي خارج صندوق هي مكتسبة، وليست هي عبارة أنه هي فطرية، لا هي مكتسبة، بمعنى أنه أنا بدي أعمل أبديت جديد لحياتي، بدي أغير بحياتي بطريقة مختلفة. في كتير عالم هي ما بتتقبل أنه لا أنت متغيرة، هي أنت بتكوني أخذتي مهارة جديدة. صحيح. ممكن كتير انه انت عم تشتغلي على تغيير بسلوك معين، انت عم تحسي حالك انه انت عم ترجع لورا او انت بمكانك نفسه. فكرمال هيك احيانا عدم تقبل العالم للتغير والمخاوف هي واحد. احيانا في شيء اسمه عندي صندوق الذكريات، بمعنى انه انت دائما في عندك انه انا تصرفت هيك من سنتين ثلاثة وكنت مرتاحة، فانا بضلني لورا ما بتطلع لقدام، بمعنى انه انا هيك مرتاحه اموري بخير، فانت ما عندك شيء بتفكري فيه لقدام. هذا الشيء اللي بخلينا ثلاث ارباع الاشخاص اللي هي بتلاقيه محدوديه التفكير، يعني انا حاطه حالي باطار وبنفس الوقت باي مشكله انت بتصير عندك انا دائما بكون قاعده داخل المشكله، ما بقدر اطلع فيها خارجها. يعني يمكن المشكله انا وياك تكون نفسها ذاتها، انا اقدر احلل لك اياها لان انا عم بشوفها من خارج الصندوق اللي انت قاعده فيه، اما ما اذا كانت هي نفسها انا عم حلها فهي عم تكون كثير بعيده بنفس الوقت، فما عم بقدر اوصل للشيء اللي بدي اياه. تمام، خلينا نحكي هيك تمارين واقعيه، تمارين فينا نحن ننفذها بحياتنا لحتى هيك تكون اكثر نستقبل اي شيء برحابه صدر. اول شيء نحن في عنا تمارين اللي انت يصير في عندك تنشيط او اكتساب المهاره، اللي هي اول نقطه في اي قصه انت حابه تدخلي فيها، بس اعملي نوع من شيء اسمه العصف الذهني. العصف الذهني اللي هو كثير مهم، حطي افكار اللي هي ممكن تكون مقبوله او هي قابله للتطبيق او غير قابل للتطبيق. الشغلة الثانية في شيء اسمه عندي لعبة الكلمات المبعثرة، يلي هي انت بتحطي كلمة وبتجيبي كلمة ثانية ما بتشبهها، بس انت بتعملي الرابط يلي هي بتعطيكي مدى بعيد بالشيء اللي انت بتشتغل عليه. بعدين ما تنام بدك تكتسب اي عادة، صدقيني هي عبارة 21 يوم بتقدر تكسبيها اي عادة جديدة انت بدك اياها. صحيح. بلشي اول يوم ثاني يوم، شوفي انت المتغيرات، يعني سواء عادات في عالم عادات يمكن صحية، ليش يكون عندي انا العارض او التغيير يكون مثلا اجباري؟ ليش ما انا اخلقه لهذا الشيء؟ مثلا في عالم مثلا لا سمح الله بسمعها مرض معين فبصير عندهم نظام غذائي معين. صحيح. ليش ما انت تخلقي له هي العاده صحيا، انا يكون يمكن جسمي احسن، نفسي افضل، يمكن حتى سرعتي بالاداء هي افضل. فعندي هي الاولى وهي الثانيه. رقم ثلاثة في شيء اسمه العصف الذهني السلبي. دائما نحن شو توقعاتنا سلبية، دائما بنحط انه اذا عملنا هيك في شيء عنا ابصر شو حنعمل، اذا ضحكت يا لطيف. تمام، فهي من اهم النقاط، حط الشيء الأسوأ شيء عندك وهون ساعتها اللي بيها عكسيه، يعني انا وصلت للاخر شيء، شو بعد هيك شو حيصير؟ هون انت بتقدري تنجي افكار حقيقه هي بقول لك ورديه ومختلفه. يعني بس خلينا كيف يعني نحط الافكار السلبيه كاخر شيء؟ طيب حنقول لك مثلا يعني عم تحكي ضمن الاولويات بالاوراق هلا أو بأي عندك شيء مشروع، عندك اسلوب حياه، عندك اي قصه انت بدك تشتغل عليها. خلينا نقول على شيء شخصي، اذا انا بدي اعمل نظام غذائي وانا عندي نوع من الصحه الزياده، طيب انا بحط أسوأ شيء انه ممكن كثير انا يتغير شكلي تماما، ممكن انا اخسر كل ثيابي، ممكن انه انا صار بدي اجيب كل شيء جديد، ممكن ما يلبق لي. تمام، دائما بنحط احنا أسوأ شيء بهذا الموضوع، بس انا بتطلع بعدين، طب انا اذا صار هذا انا صار عندي الاكسجين صح، انا بصير بلبس بنزل على السوق اي قياس بقدر اخذه وبسهوله وبيلبق لي. فانت الشيء السلبي قلبتي شو ايجابي بالطريقه يلي بتناسبك الك، صورتك الذهنيه عن حالك. فانت بهون ما انت توصل لهي النتيجه انت بصير في عندك تدفق للافكار. نحن دائما مخاوفنا بالاسوء ما بالاحسن، دائما احنا دائما توقعاتنا خلينا هيك مو احسن
لانه هو يمكن نحن ينتج شيء عنا شيء سلبي كثير وما نقدر نكمل الطريق اللي احنا ماشيين عليه. او يمكن نحن بالمطلق عاطفيين، يعني دائما عندك بتحسي الشعب العربي عاطفي شوي، وتلاقي الناس بتحب يمكن تاخذ دور الضحيه يعني والشمعة التي تزول وهي المضحيه بشكل عام، بس لا اقدر انا يمكن افصل هي التفاصيل. هي اصلا عادات سلبيه مكتسبه، المشكله عادات سلبيه مكتسبه من محيطك من بيئتك، يعني انت سنوات عم تتغذي عليها اساسا من يعني اذا بدك تبلشي فيها من الشخص من هو طفل، يعني من التربيه من اهله من المحيط. فكيف فيني انا العب على هي التفاصيل؟ لان بلش انا بالعادات الايجابيه لازم بدي وقت اساسا لانا اقدر اتخلص من العادات السلبيه اللي هي صلى عمر موجوده. رح عليك شغلات، امتى انت بتطلعي خارج الصندوق؟ بس تضيق عليكي، بس القصه تسكر كثير كثير، فانت صار عندك افكار بتطلع غصب عن بتطلع الافكار. نحن في شيء اسمه عنا الازمات فرص، احيانا بتسكر كثير كثير، فانت بدك تطلع بقى انه وبعدين انا بدي ضلني بهذا المحيط. في احيانا خلينا نقول على شيء الجانب النفسي، احيانا انت بتكوني قاعده بنفس التفكير، تنشئه اسلوب حياه وانا طول الوقت عايشه بنفس الاسلوب. طب انت بتوصل للمرحله بس الواحد يتفكر شوي، طب انا اذا عملت هي القصه انا كيف بقدر اكون منتجه اكثر، كون انا اكون مرتاحه اكثر. هلا صار عندنا جانب نفسي شغله كثير مهمه، انت بس تكوني مرتاحه ما بتقدر تعملي كل شيء. اما فانت هون معناتها انا معناتها في عندي يمكن اشخاص او علاقات يمكن عم تاذيني، فهي لازم انا اشتغل فيها على الغربله، شوف الجانب الثاني، شوف نقاط الضعف نقاط القوه قد ايه انا عم تخليني استجيب لهم او العكس. فنحن بهي النقاط انت بتقدري تطلعي. في عنا عادات وقصص كثير ما بتقدري تطلعي عليه لانه هي مثل يعني بالجسم موجوده، انت قاعد اخذتيها مو سنه وسنتين، عمر كامل. فانت هون بس بدك تنطلقي من كثر احيانا الضغط، فانت ما بتلاقي غير قلبتي القلب الكاملة، وبقول هون ساعتها أوف شو تغيرت، ما بيعرفوا شو كانت النتيجة لهذا التغير. نعم فاتن، يمكن حاليا عايشين كلنا بوهم اسمه السوشيال ميديا وخاصة الانستغرام لايف ستايل، كيف بنشوف أي حدا بنزل حياته اليومية هي كتير أكيد بتكون يعني كتير متزينة عن الواقع، مو كل شيء صح هو بينزل صح على السوشيال ميديا. فكتير من الصبايا بيتأثر تبع ليش أنا هيك حياتي، ليش أنا هيك عايشة، ليش هيك أنا عم بلبس، ليش هيك ليش هيك ليش هيك، فبتوصلي لمرحلة من الاكتئاب من النفور من واقع حياتك العادية. فخلينا نحكي السوشيال ميديا الانترنت التكنولوجيا قديش هي أحيانا مصيبة على أي بني آدم. خلينا، أنت ذكرتي النوع الأساسي اللي هو الانستغرام. انستغرام شو هو؟ هو صور، هو عبارة عن صور ذهنية، أنت عم تشوفي فلان وشو عم يعمل وشو عم يأكل وين راح وكذا وهيك، وأنت قاعدة بالبيت عم تتفرجي. هذا كتير صعب. هلا كل أنواع السوشيال ميديا شيء والانستغرام شيء تاني. صحيح، نحن بنتأثر بالصورة الذهنية كتير لأن هي أنت شفتيها بس هي ما راحت من بالك، هي نزلت بالعقل الباطن، غير يمكن الفيسبوك غير أي شيء تاني، لأن يمكن كتابة مقولة كذا ما حتلزق. هذا حقيقة هذا هو شيء سلبي، وأنت تفضلت وقلتي اكتئاب، هو اكتئاب حقيقي لأنه هو عبارة عن أنه أنت عم تعيشي المقارنة وأنا ليش مو مثلها. يعني ما بقى حدا نزل صورته صح، كله فلتر 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 صح؟ صح، يعني ما عاد فيك انه هيك تصور بي باي لا هو لا لا احلى من هيك، احلى من هيك انه انت بتشوفيهم على الفلتر انه بتشوفي انه هي لما سلمت عليه والله ما عرفتك اساسا، لان حياتها ما بتشبه حالك بالفلتر او غير الفلتر. هذا نوعيه عدم تقبل الذات، ليك كثره الفلتر هو عدم تقبل الذات، انه انا بدي اكون البشره مشدوده مغير لونها العين كذا الى اخره. نفس الوقت هذا بيعمل لي ضعف وثقه، ضعف بالثقه بالنفس، انا بصير خايفه ارجيك حقيقتي، لان انا بالنهايه صرت بعيده كثير عن الواقع اللي انا عايشه فيه. يعني هي الفكره ما عشنا بس بالعالم الافتراضي، لا وتعايشنا صورته، هذا كثير خطير نفسيا جسديا، حتى انت بالوعي انه انت صرتي حتى على المرايه ما بتتقبلي حالك، على المرايه بصير تتصوري بالفلتر وتنزليها، شوفي لوين بصير في عنا الى ابعاد. فانت هون معناتها دمرتي نفسيا، الى ايجابيات يمكن انا اشوف شيء، يمكن انا اشوف افكار جديده، ممكن شيء هي بقدر انه مثلا استعين فيها بالمحور الاول اللي هو التفكير خارج الصندوق، ولكن انا بدي اعملها، انا بس بدي اشوف شو عملوا شو ساووا، والكلمة الفلاتر فمعناتها انا كثير بعيده عن الواقع اللي انا عايشه فيه، صرت انا هون صار في عندي انفصال
وكامل بيني وبين الحياة، بيني وبين الواقع، وبيني وبين حالي أساسا. يعني دائما نحن بنقول المشكلة تبدأ بالذات، فأنا إذا انفصلت عن حالي معناته أنا ما عاد بقى أقدر أتعامل مع الآخرين. يعني ممكن كتير تجي أي شخص يقولك يي شو عاملة شو مساوية، تمام، هو ما بتكون لا عاملة ولا مساوية، بس كنتي بصورة مختلفة عن الشيء يلي موجود. والأخطر من هيك اللي هلأ في عنا مثلا كل يوم عم يطلع على السناب شات شيء مختلف، هذا اللي يمكن مو بس تغيير وجه، ممكن تغيير حتى ألوان شعر، ممكن تغيير شكل بالأجسام، هذا كله ما عاد عندك حتى تأبر مو بس للوجه، لا لكل شيء أنت موجودة فيه. فعم يبعد حقيقة، وهذا عم بيصير نوع من الاكتئاب خاصة الصبايا الصغار، وللأسف وهلأ جديد كمان الصبايا الكبار يعني للكل. صحيح، ذكرتي خلال حديثك كنا عم نحكي عن العلاقات، يمكن فينا نقول المحيط الصلبي فيه علاقات سلبية أو فينا نسميه علاقات سامة. اليوم أغلب العلاقات أو المحيط عم يلعب دور كتير كبير أساساً من خلال هي تطوير هاي المهارات، إن كان نحو التفكير اللي فينا نقول الإيجابي أو خارج الصندوق. كيف فيني أنا أتخلص منه شوي شوي لأقدر؟ لأنه أساساً نحو تطوير التفكير الإيجابي لازم حط حدود بهي العلاقات أو إلغية من حياتي. تمام، أول شيء بيكون تقديرك لحالك صح. ما أنت تقرري، مين بقرر؟ هو أنا اللي بقرر. تمام، دائما نحن العلاقات هي مسافة، دائما خلي دائما في شيء اسمه مسافة أمان بينك وبين الشخص الثاني، بمعنى لا يتخطى الحدود الحمراء أو الخطوط الحمراء اللي أنت حطيتيها. دائما ما أنا حافظ على المسافة داير حولي، هذا بيريح إلك وللشخص الثاني. أما في عالمي اللي هي مثلا بدها تغير شيء معين، اول ما بتعمل اكسات اللي حواليها. طب في شيء اسمه غربله، اذا هي مفيده هي العلاقات موجوده خير ان شاء الله، بس ما تكون هي سامه المؤذي، وهي على فكره مثل ما تفضلت هي كثير كترانه، بمعنى كيف يعني حتى باب التغير بيكون ما بيدعموها، لا يعني لا ما بيدعموكي، هن اول الناقدين. اول شيء شو ما كان ليه شو صاير عليكي، كنت ما شاء الله ما احلاكي. صحيح. هي الفكره، واول عالم هي بتنتقد واول عالم هي بتقلد نفس الوقت. بس انا ما بدي الانطلاقه وبدي بلش بالتغيير وبالتفكير خارج الصندوق، انا دائما في شيء اسمه الصاحب ساحب، بنتبه على الدائره اللي حوالي، مين اللي بده يدعمني بالكلمه ومين بده يشتغل معي بالشيء اللي انا لازم اشتغله. نحن ما بدك تتوجه لتطلعي، ما بصير حدا يقول لك انه بصير وما بصير. في عنا كلمه داعمه، الكلمه الطيبه هي اهم كثير من الكلمه الخبيثه. فنحن ممكن ما نلاقيه، خلينا نقول ممكن ما نلاقي هذا الدعم، خليك الدعم بينك وبين حالك، انه انا بالبقلي، انا بستاهل، انا عندي استحقاق عالي لانا اوصل للنتيجه او الشيء اللي بدي اياه. فاحنا بس نوصل لهون وبنعمل بلوك بصري للعلاقات السامة، إذا أنا ما بقدر أستغني عنهم، بمعنى يمكن هن يكونوا من نفس البيت، ممكن صحيح. يمكن نفس العائلة، فأنا ما بقدر والله أنه أعمل لهم بلوكات باي باي. فبلوك بصري بمعنى يحكوا وكان يملي سمعانتهم. طيب معناتها قديش يعني مهم الإنسان أنه ما يكون عنده شيء مدمن عليه، يعني إن كان على الموبايل، إن كان على يمكن رياضة، حتى أكل محدد، شخص محدد، هي الإدمان الاعتيادي خلينا نقول، ما الإدمان الكامل. قديش هو يعني شيء سلبي إنه إذا راح هالقد جزء بسيط من حياتك، ممكن كل حياتك تتدمر، تحسي إنه أنت حدا وحيد، تحسي إنه أنت حدا فاشل. دائما نحن في عنا شيء اللي بنقول ابحث عن الأفضل، واحد شغلة الثانية في عنا العادات المعتادة، لأن دائما معودة إنه هيك. طيب ما أنت معودة على شخص أو أي شيء أو دنيا، ما هي الدنيا ليش نحن عم ننصدم؟ هي عم بصير عندي نوع من المتغيرات، أنت عم تنصدمي بالشيء الجديد، فكرمال هيك دائما توقعاتك لا تخليها 100%، خلي توقعاتنا 50%، والخمسين الثانية نخبيها ورا ظهرنا، بمعنى للاستعداد النفسي، لأنك أنت ما بتعرفي أي شخص مين معك ومين ضدك، ومين بحبك ومين ما بحبك، كلياتنا بالوجه بنحب بعض، بس لكن أحيانا في كلمة، في نظرة، في تصرف هي بتخليك ترجعي 100 سنة، كرمال هيك ما بصير نحن نرفع توقعاتنا، إذا كان منيح بنقول الحمد لله فمنطلع الخمسين، وإذا كان ما منيح فهو عملنا استعداد نفسي، ما كان ما انضغطنا مشان ما نرجع لورا كثير، بنوقف من هد شوي، بنرد ندخل بنحط البنزين وبنرد بننطلق من أول وجديد. يمكن حالة الرضا والقناعة هي أساسيات لأقدر أنا فعليا غير من حياتي بطريقة إيجابية. بالختام خلينا نحكي فاتن هيك، بنسرد شوي بعض النصائح لكل الناس اللي عم تتابعنا، للشباب اللي حابين فعليا ياخذوا خطوة
لقدام، يغيروا طريقة تفكيرهم بطريقة إيجابية، تطوير المهارات. مو يعني دائما لما أقول أنا تطوير المهارات بيرتبط بذهني إنه أنا لازم سجل دورات بتكلف ماديا وما بقدر، لا، في شيء على الإنترنت أونلاين فيني أعمل كتير أمور استفيد منها لطور ذاتي ومهاراتي ولأقدر اندمج بطريقة مختلفة عن السابق. هو حقيقة كلمة تنمية مهارات دائما في شيء اسمه التعلم الذاتي، دائما كل واحد هو بيعرف شو هو بحاجة، يعني دائما ما حدا بيقول لك انه انا ما بعرف شو بدي، لا، نحن كلنا بنعرف شو بدنا، بس احيانا بنعمل مثل اخفاء للشيء اللي بدنا اياه. فكرمال هيك اول شيء نعرف بنحدد شو بدنا، مطالبنا، اسلوب حياتنا، لانت تبلش بالانطلاقه من اول وجديد. نفس الوقت نحن في عنا النقاط الاساسيه يلي نحن لازم اشتغل عليها كخطه، كيف بدي بلش، من وين بدي بلش، وكلمة إنه بدي بلش لازم نقول ابدأ الآن، وآخر شيء وحط نهاية وين أنت رايح بالضبط، لأنه بالنهاية أنت هي حياتك، ما حدا حيكون مسؤول عن حياتك، أنت المسؤول عنها بخيرها وبشرها، وهذا كتير مهم إنه الحياة إن أنت مسؤول عن حياتك. مخير ومسيئة. يعني هي بخيرها وبشرها أنت المسؤول عليها 100%، ما حدا يقول لي لا ظروف ولا قصص ولا شيء، أنت بقراراتك، ولكن هي المزاجية وأنت اختار الوقت المناسب لأي شيء بدك إياه. يعني. نعم، يعني فاتن نحن كتير بدنا نشكرك على كل المعلومات وكل هالدعم اللي أعطيتينا إياه من الصبح، شكرا كتير لك ونهارك. حبيبتي شكرا لك، ممنونتك.